مرحبا واهلا وسهلا فيكم مع حلقه جديده من رجا توكينج لايف. انا على القناه تبعتي دائما بحب احكي على مواضيع اللي هي بتحاول تساعدنا انه احنا نطور من ذاتنا، انه احنا نتصل مع انفسنا من الداخل، تنعرف إحنا كيف نكون سعداء في حياتنا، كيف نوصل للنجاح، وكيف نسعد اللي حوالينا. اليوم بدي أحكي بموضوع حساس شوي، والموضوع هذا موضوع التضحية. فأنا راح أحكي مع الرجل وراح أحكي كمان مع المرأة، وإن شاء الله الموضوع يكون خفيف على قلوبنا كلياتنا. كتير الواحد كعائلة إحنا أو كتربية عربية وشرقية منحكي كتير بحكاية التضحية. عزيزي الرجل، زوجتك لما تيجي بعد فترة طويلة من العشرة والولاد كبروا، كبرت وعلمت والولاد كبروا وتزوجوا وطلعوا وراحوا، and then بتقضوا انتوا الاثنين مع بعض وقت، and تيجي المرأة بتقول لك انا ضحيت، انا سويت، انا عملت هيك بحياتي، انا ما عملت شيء غير اني انا درت بالي على العيلة وربيت الاولاد وكبرتهم. عزيزي الرجل، المرأة لما بتقول لك هذا الحكي مش لأنها بتحملك جميلة، لا بالعكس، هي ولا بتمنن عليك، هي أدت واجبها كأم وكزوجة، بس اللي بدها إياه وقتها منك إنه تتفهم إنه هي هلأ بعد هاي السنين كلها من العشرة ومن التعامل والعطاء العطاء 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 اللي ما بينفد، وصلت لمرحلة انه هي عم بتحس هلأ لانه كبرت وطلعوا الاولاد والكل بعد، انه هي ما عاد عندها اشي تاني لتعطي، فبتحس وقتها انه هي كأنها خلص صارت هامشية أو على الجانب، إنه ما في إلها فائدة. وأنا بحكي فيها من منطلق الدور اللي بتلعبه المرأة في الأسرة العربية، يعني الدور تبع المرأة هي بتحدد الهوية تبعتها بوضعها المجتمعي ووضعها بالأسرة. فلما بتكون هي زوجة وأم فهذا هو كل دورها، هذا كل عطائها، هذا كل تفكيرها، فبالآخر بتيجي وبتحس حالها إنه هلأ شو دورها؟ صح هي لسه زوجة، بس أكتر حياتها، معظم حياتها أفنتها بإنها تكون أم. فعلشان هيك عزيزي الرجل، لما المرأة بتيجي بهذا العمر أو بتحكي معك حتى لو كانت الأولاد صغار وإجت حكت على تضحيات وأنا عملت وسويت وهاد، ما تأخذها بحساسية، ما تحس إنه هي عم بتمننك، ما تحس إنه هي عم بتلومك لأنه أنت ما عطيتها شيء. بس اللي بدها إياه منك هلأ إنه أنت كمان تتفهم وين هي بالحياة وشو اللي عم بتحس فيه، علشان تقدر أنت تقابل العطاء هاد بعطاء مثله. فهلأ بكون وقت كويس إنه أنت كمان زي ما بنقول to meet the emotional needs تبعت الزوجة. فهي لما بتحكي إيش اللي بدها إياه، then بتعرف أنت شو اللي هي، كيف أنت ممكن تلبي الاحتياجات تبعتها. فهي على أساس إنه ال vacuum اللي هو الفراغ اللي صار بعد هاي الفترة والولاد سابوا عشهم الصغير البيت تبعهم، فهي وقتها هلأ صارت بتحس بأحاسيس ثانية. فعزيزي الرجل، انت كمان ضحيت
مش بس المرأة ضحت، انت ضحيت كمان بسعادتك، انت ضحيت لما كنت كل الوقت تطلع برا وتشتغل، ويمكن تشتغل شغلتين وثلاثة لتوفر اللقمة الهنية والعيشة الهنية لزوجتك وأولادك. فعلشان هيك ما تاخدها بأنها شغلة تمنية، ولا أنها شغلة عم بدها أنه تحسسك أنه أنت ما عملت الواجب. بالعكس، كل طرف فيكم قام بدوره على أكمل وجه، وهذا الحكي أنت وزوجتك أكثر ناس ممكن تقيموا هذا الحكي، لأنه أنتوا اللي بتعرفوا قديش مقدار العطاء اللي أعطيته. عزيزتي المرأة، هلأ أنا بدي أحكي معك. لما أنت طول حياتك أعطيتي بدون مقابل، لما أنت ربيتي، لما تعبتي، لما سهرتي الليالي، لما قعدتي تدرسي الأولاد وقعدتي معهم، وكمان كنتي موجودة ووقفتي مع زوجك بالحلوة والمرة، وكلكم كلياتكم مع بعض كعائلة مشيتوا مع بعض، التضحية اللي هلأ انت عم تحكي فيها هي مفروض تكون تضحية من جانب إيجابي. التضحية بأنه مش انت والله من الإحساس أنه أنت هلأ أعطيتي كل اللي عندك وما أخدتي شي بالمقابل، هاي هون وقتها مش كويسة. الإحساس بأنه الواحد أعطى وضل يعطي ويعطي ويعطي وما في مقابل، هذا أصعب إحساس وشعور بالعالم، وخاصة للمرأة لما هي حياتها كلها مبنية على العطاء وعلى العاطفة. فعشان هيك كمان، علشان انت ما توصلي لهيك مكان، اذا حسيتي انه بدك تقعدي تحسي حالك انه انت زي كأنك ضحية، او انه انت ضحيتي بكل شي عندك وبحياتك لأولادك وزوجك، وبالاخر حاسة انه ما في مردود اجاكي من كل هذا العطاء، فمعناها انت لازم تراجعي حساباتك، لانه العطاء اللي اعطيتيه كان مفروض يكون كله لوجه الله تعالى، لانه انت بتقومي وباداء دورك بالحياة بدون مقابل. لما احنا بنعطي بدون مقابل الواحد بكون مبسوط ومرتاح مع نفسه، لانه هو اعطى كل اشي بحب وبدون ما يستنى مقابل من الطرف الآخر. وعلشان كمان ما توصلي لهيك مرحلة، إن لنفسك عليك حق، فأنا هاي بحكيها للرجل والمرأة. فعلشان ولا واحد منكم يمرق ويوصل لمرحلة يحس حاله إنه خلص دريند، ما عاد عنده طاقة يعطي زيادة، أعطى كل اللي عنده لعائلته وولاده وكبر وودى وتعلموا وخلصوا وطلعوا، وبعدين يحس إنه ما عاد عنده طاقة حتى إنه يتعامل مع زوجه، أو إنها تتعامل مع زوجها، يتعامل مع زوجته أو هي تتعامل مع زوجها. فعلشان هيك على الطريق، وإذا ما عملناها على الطريق لنوصل لهاي المرحلة إنه الأولاد خلص خفت مسؤولياتهم، ذن إنه الوقت المناسب هلأ، وخاصة السنة هاي. السنة هاي أنا بحكي عنها الطاقة تبعتها صعبة كتير، وكمان حتكون صعبة أكتر على العلاقات الشخصية، لأنه فيها كتير تحديات. وإذا إحنا من الأول العلاقة منها قوية ومبنية على أسس سليمة، حتبقى راكي زي ما نقول، حيصير فيها هز كتير. وأحسن طريقة إنه إحنا ما نحكي دايما بإنه أنا ضحيت وسويت وعملت وعملت لك، إنه إحنا ندير بالنا على حالنا. ما في مانع إنه إحنا ناخد وقت لحالنا، يا إما للزوج والزوجة يكونوا مع بعض،
انه يطلعوا مع بعض، ينبسطوا، يسترجعوا ذكريات زمان، يفكروا هن بحالهم بعيد عن الاولاد. الاولاد عم ناخد معظم الوقت لإلهم، سو خلي الوقت هلا للزوج والزوجه. او انه كمان الزوج او الزوجه خلال السنين وايش بنقول يعني anticipating للي حيجي، وتوقع الواحد انه الانسان يبدا هو كمان يشتغل على حاله، يعمل الاشي اللي هو بحبه. يعني لما يطلعوا مثلا الاولاد من عنا، او يكون الواحد حس انه المسؤوليه خفت عنه، بصير عنده وقت كتير ما بيعرف قديش كان هو وقته مشغول مع العائله. فهلا الوقت المناسب انه الواحد يطور من ذاته، يطور من حياته. مثلا كان نفسك تاخدي صف تعلمي طبيخ، بيكينج، اي اشي، رسم، خياطة، ليش ما نروح نعمل هاي الشغلة؟ لما الواحد بيعمل اشي لإله وبيعطي لإله، بحس ذن انه هو البئر تبع العطاء رجع مرة تانية، المي عم بتضل موجودة فيه، ما عم نضلنا نفضي نفضي نفضي. لأنه إذا أنا هذا البير أو هاي الكاسة بضل أنا أسحب منها مي طول الوقت وما برجع عبيها، فصار هون في جفاف عاطفي. وأنا ما عم بحكي على علاقات مع رومانتيك أو مع زوج أو مع أي حدا، أنا عم بحكي عن علاقتي مع نفسي. أنا تعرفين على هاي الشانل دايما بحكي مع علاقتي مع حالي، كيف أنا أكون سعيدة من الداخل عشان أقدر أنا أطلع هاي السعادة radiated، أوزعها كلها على العائلة والأشخاص اللي حوالي. فعزيزي الرجل، عزيزتي المرأة، ما تعتبروا إنه التضحية هاي هي إنه الطريقة الوحيدة لإسعاد الآخرين، وإنها هي مش إشي أناني. إذا بدك تاخد ساعة بالأسبوع مثلا لحالك تطلع مع أصحابك، إذا الست بدها تاخد ساعة من الأسبوع أو أكتر على حسب أنتو شو بتتفقوا عليه، إنه تطلع هي كمان مع أصحابها، إنه تعمل إشي اللي هي بتحبه. لأنه هي لما بتحس إنه هي عم تعمل إشي اللي ببسطها وبسعدها حتعطي أكتر. ونفس الشيء لك. فعزيز الرجل، عزيزتي المرأة، التفاهم والعطاء متبادل، والتفاهم على إيش اللي مقبول ومش مقبول هو أكتر إشي اللي حيساعدنا في حياتنا علشان نعيش حياة بدون مشاكل وحياة سعيدة لإلنا، لأطفالنا، لأصحابنا، وللمجتمع تبعنا. So ابدوا اليوم لقولكم شغلة لتعملوها لحالكم. خلينا نرجع نعبي البير العاطفي تبعنا علشان نقدر نكمل نعطي. فحتى لو عندكم أولاد صغار هاي شغلة كتير كويسة، أو ما عندكم أطفال مش مشكلة، ما مجوزين، هاي النصيحة بتنطبق على الكل. بس أنا أكتر شيء لأنه بسمع كتير من الستات بآخر العمر بعد ما يكبروا بحسوا إنه صار هن أعطوا وبالمقابل ما إجاهم شيء. فالعطاء لازم يكون بدون مقابل، العطاء لازم يكون من باب وازع المسؤولية، والعطاء لازم يكون لإلنا كمان. فما ننسى حالنا لما منعطي الآخرين، نعطي شوي لإلنا كمان. إن لبدنك عليك حق، إن لنفسك عليك حق. فخلينا ندير بالنا على حالنا علشان نقدر ندير بالنا على الآخرين. شكرا كتير، و بليز سبسكرايب، شير، أعطوا هالفيديو وزعوا على أصحابكم عشان الكل يستفيد، وإن شاء الله نبني مجتمع قوي وسعيد. Thank you so much. Thumbs up. And أشوفكم مع حلقة جديدة من رجا Talking Life. وإذا عندكم مواضيع تانية مهمة إلكم وبتحبوا أحكي فيها، اكتبوا لي إياها تحت وأنا بعملكم فيديوهات عليها.
شكرا كتير. يلا الله معكم، ضلوا بخير وسلامة، باي باي.